خالد علاما ابن السوبر ستار راغب علاما ظهر بهذه اللقطات مع غوريلا يسيران معا، ثم يصعد الغوريلا إلى سيارته فيجلس جانبه وكأنه مدرب على فعل هذا. المشهد الذي ترونه جميل لأنه يوحي بمدى ضرورة صداقة الإنسان بالحيوان ومعاملته بشكل لطيف بعيدا عن توجيه أي نوع من الإساءة أو الأذى نحوه. Can I sit next to her? Yeah. No. Take her. She's eating gum. I could have said. Does she chew gum? You can't eat gum at night. Chew a boo. George, a boo. Tissues. He's trying to find another chewing gum. No way. كوليس ما بعد المشهد.